بعيداً عن ساحل البحر المتوسط وبين السهول والجبال تقع القيروان الساحرة، المدينة الخلابة بجذورها الضاربة في القدم، فهي أول عاصمة إسلامية بالمغرب العربي وعاصمة الأغالبة لأكثر من قرن، ورابع أقدس مدينة في الإسلام أو رابعة الثلاث كما سماها الفقهاء بعد مكة والمدينة وبيت المقدس. أطنب المؤرخون في وصفها وأبدع الإدريسي في شمل محاسنها. كانت أعظم مدن المغرب قطراً وأكثرها بشراً وأيسرها أموالاً وأوسعها أحوالاً وأتقنها بناءً وأنفسها همماً وأرحبها تجارة وأكثرها جباية وأنفقها سلعة وأماها ربحا. يرجع تأسيس المدينة إلى عام 50 للهجرة خلال الفتح الإسلامي لإفريقيا، واشتقت تسميتها من كلمة كروان الفارسية أي المعسكر أو القافلة أو محط أثقال الجيش. وبعد بنائها دعا لها الفاتح عقبة بن نافع: اللهم املأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك وأعز بها الإسلام. ومن أرضها المباركة انطلقت الفتوحات لنشر دين الإسلام في الجزائر والمغرب وإسبانيا وإفريقيا وحتى الجنوب الإيطالي. وفي عصر الأمراء الأغالبة إبان القرن التاسع عاشت القيروان أوج قوتها وعصرها الذهبي، وصارت قطبا ثقافيا مشعا لمع فيه جهابذة الفقهاء والعلماء كأسد بن الفرات فاتح جزيرة صقلية الذي جمع ببراعة بين العلم والقضاء والجهاد، والإمام سحنون بن سعيد أشهر فقهاء المالكية بالمغرب العربي. ومن مناراتها الثقافية بيت الحكمة والمرصد الفلكي الذي بناه المأمون والفسقية الأغلبية. ومن أعظم معالمها الجامع الكبير شيده عقبة بن نافع، ويتميز بمنارته هندسية الشكل بخلاف الطراز الشرقي التقليدي. ومقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي، ويرجع بناؤه إلى عهد حمودة باشا المرادي، وأيضا مسجد الأبواب الثلاثة أو مسجد ابن خيرون. خلال الاستعمار كانت القيروان معقلا من معاقل الحركة الوطنية ومركزا للمقاومة، حتى سيرت لها فرنسا ثلاثة جيوش احتلتها في أكتوبر عام 1881. مدينة عبقة بتاريخها، ساحرة بجمالها، آسرة ببيوتها ومساجدها ومزاراتها وأسواقها وأزقتها وورشاتها المميزة، حيث تصمم الزربية القيروانية الشهيرة في القرن التاسع عشر. وما تزال تفوح من القيروان روحانية عطرة كانت مصدر إشعاع علمي وحضاري ودعوي لبلاد الغرب الإسلامي لأكثر من أربعة قرون.